السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود من قناة مصمم المستقبل. النهاردة جايب لكم درس جديد، درس لذيذ جدا، ازاي نرسم كوكب بالشكل ده والنجوم حواليه. تابعوا معايا الدرس، يا رب يعجبكم ان شاء الله، يبقى لذيذ. نفتح برنامج الستريتور، نفتح صفحة جديدة جريت نيو، نظبط الاعدادات 1600 بكسل و 1000 بكسل و ار جي بي، نعمل جريد. بعد كده مثلا نختار هيئة الجريديان، نعمل اول خلفية دون جريديان، بس احنا عايزينها سمرة جدا، نختار الالوان كده لا 0 0 0. اوكي، نجيب أداة المربع، مش عايزين دلوقتي أداة المربع كده، تمام، ونخليها نديها جريديانت. لازم نتأكد دي أسود، سويتش مان بلاك، وهنا اللون ده نخليه لون فاقع شوية، نخليه مثلا اللون ده، تمام. نجيب أداة الجريديان هي دي، نسحب مثلا من هنا كده اللون، أو نسحب من هنا كده مثلا شوية، تمام كده. وبعد كده نتأكد ان ده اسمر، تمام. وبعد كده نقرب شوية اللون الاسود من اللون الاخضر بالشكل ده كده، تمام كده. اوكي، بعد كده نضغط كنترول وار، تظهر لنا أداة المسطرة دي اللي فوق دي، نسحب خط كده واحنا لسه أداة الجريديان موجودة عشان تحدد لنا نقطة التقاطع بالشكل ده كده. بعد كده نجيب نرسم دايرة، نضغط Alt مع Shift ونسحب أصغر شوية بالشكل ده، نعمل الدايرة بالشكل ده، نديها جريديان، نخلي مثلا اللون هنا نختار مثلا لون غامق شوية كده بني، نختار مثلا هنا برضو بني فاتح شوية، مش المهم ان هي متبقاش لونها مختلف يعني جدا. بالشكل ده، بعد كده نرسم دايرة تانية، Alt Shift نسحب بس تكون أكبر منها سنة بسيطة بالشكل ده، ونديها مثلا نديها أسمر، وهنا أبيض،
بالشكل ده، نقرب الابيض على الاسمر وناخد منها نسخه الت. ناخد نسخة بالشكل ده، نخلي الأبيض دي أبيض مثلا ودي باللون مثلا كده، ونقربها شوية، مش عاوزين دي بس تدينا التوهج ده بالشكل ده بالشكل ده. نيجي نعمل دايرة كمان، دائرة كمان Alt Shift ونسحب Alt مع Shift ونرسم دايرة بالشكل ده نديها. طبعا احنا مش عايزين ستروك خالص، كله بدون ستروك، نديها مثلا اسمر. ونيجي على الاداة دي، ونسحب بالشكل ده كده لما تظهر لنا الانكر بوينت بالاتجاه دي. ونيجي على دايركت سيليكشن بالشكل ده كده، بالشكل ده. باجي بأداة الميرج تول واضغط كده، وكمان واحدة هنا بالشكل ده، واجيب الأداة Drag Selection واسحب مقبض هنا كده، احاول اجيب المقبض صغره اقربه كده تمام، ودي زيها كده نقربها. نبدأ نظبط الزوايا من هنا بالشكل ده، بقى بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. طيب نضغط هنا، نجيب الاداة Direct Selection، نضغط على النقطة دي، بنيجي هنا على الألوان نخليها أبيض، النقطة دي نخليها أبيض، النقطة دي نخليها أبيض بالشكل ده. بعد كده نضغط على الدايرة دي، نجيب ترانسبيرسي، نعمل لها ملتبلاي بالشكل ده كده. وبعد كده نجيب الدايرة دي شيفت مع الدائرة الدفاع الأزرق، نعمل كنترول جي عشان تبقى في جروب. بعد كده نديها لايتن عشان تبقى بالشكل ده. تمام،
جروب اللي احنا عملناه. نسحب منه نسخة تانية. بالشكل ده. ونعمل له transform reflect زاوية 90 كي ونصغره نضغط على الشيفت. وعندنا كوكب تاني بالشكل ده نضغط شوية بعد كده ممكن نقلل الاوباسيتي شوية خليه مثلا 30 احنا عايزين نديله لمعان شوية ممكن نرسم دايرة مش عايز نستروك خالص شغلنا كله بنستروك ممكن هنا سنتر نرسم نجيب اللون اسمر وهنا له مثلا لون ازرق مثلا ازرق تمام بالشكل ده ونيجي هنا اداة الجريديان نسحب من كده بس ان هو يديله اضاءة بالجنب بالشكل ده كده بنخفف الأوبست شوية خليها مثلا 160 كويس نيجي هنا نخليها سكرين معنا بالشكل ده تمام نعمل إضاءة مثلا هنا نيجي مثلا نجيب نرسم دايرة بالشكل ده نديها مثلا ازرق فاتح شوية تمام كده نسحبها هنا بالشكل ده ممكن نكبرها اكتر ونعمل لها سكرين بالشكل ده كده ممكن ناخد منها كنترول سي كنترول في نعمل نسخة تانية تبقى أصغر منها شوية تكون معانا بالإضاءة دي كده تمام كده ممكن نعمل جريديان خليها لون تاني شوية بالشكل ده نديها برضو قل شفافية تمام ده ما سكرين اوكي تبقى معانا بالشكل ده نقرب شوية جريديان بتاعها كده
ونحاول نقلل الأوباسيتي بتاعها عشان متبقاش بايخة. باخد منها نسخة كنترول سي كنترول اف، أضيف معاها اللون الأبيض ونقلل الأوبست بتاعها شوية. نيجي هنا نخليه سكرين، نخلي هنا الشفافية برضه قليلة شوية، تمام كده. بعد كده عاوزين نرسم الحلقات بتاعتنا، نرسم دائرة هنا في المنتصف في السنتر هنا، Alt و Shift ونسحب، ممكن أصغر شوية، ممكن أدي الكوكب مفيش مشكلة بالشكل ده، تمام. ونخليها طبعا بدون ستروك، ونخليه مثلا سوليد، ونجيب الأداة جريديانت، ونخلي مثلا هنا أسمر وهنا مثلا لون مثلا بني مثلا، اوكي. نسحبه شوية هنا، تمام. ونجيب نسخة، ناخد نسخة من الأسمر جنب التاني، نسخة كده. طبعا لو احنا عايزين ناخد منه نسخ تانية ممكن نكبر دي كده بالشكل ده، ونبدأ نعمل كده، ناخد نسخ تانية مثلا بالشكل دي، خليها أسمر، طيب. عايزين ناخد نسخة تانية من هنا، مع الألت ناخد نسخة، مش لازم يكون متساوية، ممكن متباعدة عادي. ممكن نغير الألوان اللي هنا، يبقى معنا بالشكل ده كده. نجيب أداة Selection Tool كده بالشكل ده، ونضغط على الألت ونسحب عشان يبقى معانا امتداد بالشكل ده كده، ونيجي هنا برضو نسحب Alt، ونيجي هنا بالشكل ده، تمام. نخليها سكرين تبقى بالشكل ده، نيجي على ترانسفورم ريفلكت، خليها 20 بالشكل ده، اوكي، تبقى معانا بالمنظر ده، تمام. طبعا احنا عايزين ممكن نمدها شوية، عشان لازم بره دائرة بالشكل ده، تمام. طيب دلوقتي عايزين نخفي الخطوط دي، الدوائر دي خلف الكوكب، نعمل ايه؟ ببساطة جدا، نرسم دائرة تانية
منتصف هنا كده Alt Shift ونسحب تمام. وبعد كده نجيب ممكن نخفف الاوبيسيتي شوية عشان نشوف الخلف. نجيب هنا أداة المقص مثلا ونعمل مثلا هنا هنا كده هنا كده ظهر لنا خط في النص كده، ده معناه ان هي خلاص اتقصت. نجيب نمسح الجزء ده كده، وبعد كده نجيب أداة بين تول نرسم بالشكل ده كده بالشكل ده. تمام. يبقى بعد كده نعلي القبس التاني، نعمل له نجيب بس نعمله جريديان خليها ابيض هنا بالشكل ده، خليها في النص. نجيب الاداة الجريديان نحاول نوسطنها بس شاذة عن الكوكب بالشكل ده، ونعكسها بالشكل ده، نقرب الأسمر على الأبيض بالشكل ده. تمام. بعد كده نعمل ليها سكرين تبقى معانا بالشكل ده. بعد كده نجيب نعمل ليهم الاثنين كنترول جي نحطهم في جروب ونعمل لايت جريديان نخليه درجة الأسود كده. مش عايزين ستروك طبعا، نيجي هنا من النص هنا تمام كده، وبعدين
نعمل لها سكرين بالشكل ده، وبعد كده ناخد الجزء ده والدوائر اللي ورا، نعمل لها كنترول جي، برضو نعمل ليها لايتنج. نجيب أداة الدايركت سيليكشن واضغط هنا على الألت، بالشكل ده سيليكشن تول، واجيب بالشكل ده كده، واخليها سكرين بالشكل ده، واعمل لها ريفلكت اللي هي 20 في الزاوية، واقدر اخد منها نسخة تانية ونغير لونها. الشكل ده. ونغير اللون بتاعها. بالشكل ده مثلا، ممكن نكبرها شوية، ناخد منها نسخة تانية، نغير لونها، ممكن اخد منها كمان نسخة صغرها شوية، بغير لونها بالشكل ده كده، ممكن نكبر دي سنة، ممكن طبعا نقلل من هنا الأوبيزيتي شوية بالشكل ده، ممكن ناخد منها نسخة كمان تحت، صغر نقلل الأوبوزيتي عشان المفروض يبقى تحت ضلمة شوية، تمام. ممكن نغمق دي شوية عشان من تحت يبقى أغمق، جريديان خليها مثلا كده بالشكل ده. طيب
دلوقتي احنا طبعا ده شفافة، احنا عايزينها يعني اغمق شوية. الجنب ده نعمل لها ماسك، نجيب اداة البين تول، نبدأ نرسم كده بالشكل ده. تمام كده. طيب ونديها، نخلي دي مثلا الأسمر الجنب ده، وهنا الأبيض. بعد كده نجيب أداة الدايركت سيليكشن الجريديانت تول، ونعمل لها من بعيد كده زي ظل بالشكل ده كده. تمام شوية بالشكل ده. اوكي بعد كده نعمل لها سكرين على بالشكل ده، ممكن طبعا انا هنزل فيها شوية، نعمل ليها بدون ستروك، ندي الاوبيزيتي عشان احنا مش عايزين نظهر الشكل تبقى مختفية. حاول ندخلها شوية جوه الدايرة فيها شوية. طبعا ممكن احنا بس نظبطها اكتر، عايزين بقى الاضاءة اللي تحت دي تخف شوية علشان خاطر تكون مظبوطة كده. نعمل شيفت الت، نعمل دايرة كده، نديها جريديان. جينا على الجريديان، نخلي هنا الأسود ناقص، نخلي الأسود في النص، ونحاول نحكم فيه أقرب للأسود كده، وأجي هنا أعمل ترانسبورت روتيت 20 نفس الدرجة. أوكي باجي إعداد الدايركت سيليكشن، هنا غلط بالشكل ده. باجي نعمل لها ملت بلاي بالشكل ده، بتأكد انها
في الخلف يعني كنترول جيم كنترول جيم كنترول جيم كنترول جيم تبقى ورا بالشكل ده. شوفوا هنا بقى ممكن اغمقها شوية زي ما انا عايز مثلا بالشكل ده. اتحكم في الإضاءة زي ما أنا عايز بالشكل ده. ممكن لو في حاجة ممكن أقصها عادي مش مشكلة أمسحها. لو ممكن بقى نظبطها ممكن نقصها ممكن نعمل الأداة دي مثلا نحدد هنا مثلا الأول بعد كده ممكن نكبر السايز مثلا كده ونيجي هنا بالشكل ده بالشكل ده تمام كده تمام. في حتة زيادة هنا اوكي. دلوقتي عايزين ندي إضاءة أعلى شوية في الجنب ده مثلا نقسم الدايرة شيفت الت بالشكل ده نعمل لها جريديانت مثلا ناخد نسخة هنا فين الأسمر ألت دي هنا مثلا أصفر هنا مثلا أبيض اوكي نسحب هنا بالشكل ده كده تمام. نديها مثلا نخليها لايتنج بالشكل ده نجيبها هنا مثلا الاوبستي شوية سكرين شوف سكرين افضل لايتنج او سكرين ممكن نزود واحد كمان هنا نقرب دي شوية كده ونخلي ده مثلا بني ده
كده. تمام كده. نرجع الاوبيسيتي تاني. بالشكل ده كده تمام. دلوقتي عايزين نعمل نجمة، هنيجي مثلا نكبر هنا مثلا في مكان فاضي تمام كده، بعد كده نعمل دايرة بالشكل ده، نخلي مثلا هنا ابيض وهنا دي مش عايزينها مثلا، هنا نخلي مثلا لون ازرق تمام كده. نجيب هنا مثلا نفس الدايرة ناخدها كده ونشيل الأزرق فيها تبقى معانا أبيض وأسود بس، وبعدين ألت كبر بالشكل ده ونصغر بالشكل ده. نيجي هنا في المنتصف نحطها هنا كده في النص السنتر، وبعد كده نعمل ليها نعمل الدايرة هنا سكرين، نعمل اللي دي برضو سكرين، ناخد منها نسخة نعمل ليها ريفليكت تيت 90 تو معانا بالشكل ده. تمام، ناخد دايرة كمان كنترول سي كنترول اف ونعمل نجيب مثلا لون هنا ناخد منها ناخد هنا لون تاني نخلي هنا مثلا في النص ده افتح شوية ازرق، هنا مثلا نخليه ازرق بالشكل ده. ممكن نقرب اسود شوية بالشكل ده، ممكن اخلي الاوبسيتي بتاعتها 5% بسيطة كده بس تديني بس ايه شكل، ممكن اكبر بعد كده
خليتها 14 كويس تمام. بعد كده باخد كل دول خدتهم في جروب كده عشان دي كمان ناخد النجم كله كده نحطه في جروب بالشكل ده كده. نبدأ نصغر نضغط على الشيفت ونصغر بالشكل ده كده. ومعانا بالشكل ده ممكن ناخد منه كام زي نسخة بس مش كتير قوي ممكن نصغر مثلا دي كده ممكن نكبر ممكن نصغر هنا بالشكل ده نشوفه كله زي بعضه نكبر هنا نكبر نصغر كذا عشان أنا بالشكل ده كده. عايزين نزود النجوم شوية البعيدة نبدأ نعمل دايرة نكبر شوية ممكن مثلا ده نرسم دايرة بالشكل ده ونديها مثلا جريديان في النص نسخة مثلا خلي دي ابيض تمام نخلي دي مثلا ممكن نخليها زي ما هي اقرب شوية كده تمام ممكن ناخد منها نسخة تانية بالشكل ده ونغير اللون خلني مثلا احمر شوية بالشكل ده ممكن نكبرها سنة تمام ناخد منها نسخة برضو ونغير اللون بتاعها اللي هي مثلا كده كي نخليها كده شوية
نصغرها شوية. شيفت، نضغط شيفت عشان نسبة التناسب بالشكل ده كده. نعمل كمان واحدة، نكبرها دي شوية، نغير لونها، نخليها مثلا اللون ده. تمام، اوكي. تمام، ناخدهم كلهم، نفتح السيمبل بالشكل ده، نصغرهم الأول. كده صغرهم كلهم بالشكل ده كده. نفتح السيمبل ونحط فيهم الأشكال دي بالشكل ده كده. اوكي، تاني شكل. اوكي، تالت شكل. اوكي، تمام. بعد كده نجيب اداة سبراي موجودة عندنا، بنجيبها مثلا من هنا من الاول تول، سيمبل سبراي تولز، اسحب كده مثلا بالشكل ده. نضغط على أول واحدة مثلا، نبدأ نعمل كده. نيجي مثلا على الثانية، نعملنا دي، نعمل على الثانية شكلها شوية كده. نيجي على الرمز ده بالشكل ده. نيجي على الرمز ده بالشكل ده. بالشكل ده.
مش عايز اكتر ممكن الحاجات اللي انا مش عايزها مثلا. بعد كده باجي على الطبقة اللي انا عملتها من النجوم دي واقلل الاوبسيتي بتاعها شوية عشان تبقى بعيدة بالشكل ده كده. تمام، بالشكل ده كده. وبعد كده باجي اضغط على فيو تايم فيو، يظهر لنا النتيجة النهائية بالشكل ده. تمام، عايز احفظها بحفظها اكسبورت از بي ان جي او جي بي جي زي ما احنا عايزين. اوكي، وكده الدرس بتاعنا انتهى. طبعا ده بيفيدنا في رسم حاجات كتيره قوي في الجرافيكس بالنسبه لافتر افكت او برامج تانية نستخدمها. درس لذيذ النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.